اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الثانيه، واحنا مصممين عليها على فكره. الفقره دي احنا عملناها كتير الفتره الاخيره، لكن بدانا بيها برنامجنا في قناه اي سي سي مصر الجديده. فقره مهمه نسمع فيها ونشوف فيها اللي احنا بنسميهم ابطال من مصر. البطل من مصر تاني بنعيد، هو مش بطل رياضي بس، طبعا في ابطال رياضيين، لكن ابطال في كل المجالات وكلهم في سن الشباب، واحنا حريصين كل مره يبقى معانا نموذج من دول عشان نتعرف عليه. تعالوا مع بعض نشوف بطل من مصر. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، شفتم جزء صغير من سيره بطلنا النهارده الاستاذ الدكتور محمد عادل غراب، اللي هو يعني تعريفه الاساسي حتى الان لغايه ما نقعد نتكلم معاه وهنبقى معانا حالا خبير السموم والملوثات البيئيه بمنظمه الصحه العالميه. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور ضياء، انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك النهارده. احنا اسعد حقيقة، وبنسعد دايما بنماذج زي الدكتور محمد اللي بيبقوا معانا ويطلوا على المصريين اشقائهم، يعني وهم في مسيرة نجاح ان شاء الله تبقى الى يعني الامام والامام. دكتور محمد، انت حاليا في مدينة الاسكندرية مش كده؟ تمام، انا مدينة اسكندرية، اسكندرية فيرجينيا. ايوه انا اسكندرية فيهم بقى عشان الناس تفهم بس. اسكندرية فيرجينيا. لانك انت خريج، يعني خريج جامعة الاسكندرية اصلا، القاهرة، أنا خريج جامعة جامعة، اسكندرية مصر. خريج جامعة اسكندرية. مصر. فعلا أنا خريج جامعة اسكندرية، كلية الزراعة سبا باشا، تمام. وواخد البكالوريوس من جامعة اسكندرية والماجستير، وبصراحة يعني بعتز إن أنا من اسكندرية الحمد لله. طب وانت رحت بقى من اسكندرية، اسكندرية بقى فيرجينيا، الناس ما تعرفش فيرجينيا دي في شرق الولايات المتحدة، جنب تمام يعني على المحيط الأطلنطي، مظبوط؟ صح، مظبوط مظبوط. طيب هو قول لي بقى من الاول كده نسال، هو اسكندريه الاصليه بتاعتك واسكندريه اللي انت فيها في يعني في ايوه فرق كبير ولا الدنيا والاسم ليه بقى؟ والله هو مش فرق كبير، بس اكيد طبعا الاهل موجودين في اسكندريه في مصر، والفرق انه الواحد عدى بمراحل كده في عمره، وفي وقت التنقلات اللي عدت بيها، فده اخر مكان انا موجود فيه دلوقتي هو في فيرجينيا، في الكسندريه فيرجينيا، وهي علشان شغلي موجود في واشنطن دي سي. فيعني الواحد بدأ الاول زي ما حضرتك قلت كده بانه نشأ وكان موجود في جامعه اسكندريه وخلص البكالوريوس، وبعد كده خلص الماجستير، وبعد كده بدأت كمان جزء في الجزء الدكتوراه، وبعد كده اتنقلت اكمل الدكتوراه في جامعه ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، وبعد كده كملت بقى المسيره للشغل لان انا شغال دلوقتي في وكاله حمايه البيئه. يعني انت بص، اللي انا شايفه من السي في اللي قدامي، انت كده انت حاليا في فيرجينيا اللي هي ملاصقه لواشنطن دي سي العاصمه، ورحت بالظبط، يعني 30 كاليفورنيا، دقيقة ورحت بعيد كاليفورنيا، عن كاليفورنيا. لا ورحت كاليفورنيا الجنب التاني خالص، ما انا عارف الجنب التاني الساحل فعلا. الغربي، انت ده المحيط ايوه الهادي، تمام ورحت تمام اوهايو، ورحت رحت ماتشيجان، اوهايو. ايوه وماتشيجان قعدت في مظبوط، اوهايو، قعدت في اوهايو سنتين. يعني انت قطعتها بالعرض من المحيط الهادي للاطلنطي ومن فوق لتحت لغايه الجنوب، مظبوط؟
ايوه انا بدات فعلا في الميد ويست في ميشيغان، وبعد كده اتنقلت لاوهايو لمده سنتين، وبعد ميشيغان اتنقلت اخيرا لفرجينيا، وانا دلوقتي حاليا في فرجينيا، يعني في الكسندريه فرجينيا. كنت بتدور على ايه في كل ده؟ احكي لنا بقى مسيرتك العلميه، يعني قدامي بس عايز والله اسمعها منك. اتخرجت والله من جامعه انا اسكندريه، خدت البكالوريوس مظبوط من اسكندريه، خدت البكالوريوس من وخدت اسكندريه، الماجستير من وبعد اسكندريه كمان. خدت الماجستير من اسكندريه. طب احكي لنا بقى اللفه دي جت ازاي؟ والله هو بعد مرحلة خلال مرحلة الماجستير، كنت بدأت إن أنا أفكر إن أنا عايز أتعلم حاجة جديدة، وعايز أستفاد، وعايز أتواصل مع الجامعات بره. فبدأت أراسل الجامعات إن أنا أطلع أتعلم بره أكتر وأستفاد أكتر، وخاصة إن التخصص بتاعي في جامعة اسكندرية كان على كيمياء وسمية المبيدات. فالشغل على التخصص ده كان كبير جدا في جامعات بره. فبدأت أراسل الجامعات في إنجلترا وأمريكا، لحد ما رد عليا أكتر من حد، وكانت الفرصة كانت موجودة في جامعة ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، كان في معمل أستاذ دكتور مات زورنيك في جامعة ميشيغان، هو أستاذ لعلم السموم، وانبسط جدا ساعتها بالسي في بتاعي، وانبسط بالشغل اللي انا عامله ساعتها، وقال لي ان انت ممكن تيجي تشتغل معايا، عندي مشروع كبير جدا تقدر تيجي تشتغل معايا عليه. وفعلا بدات من ساعتها ان انا حاطط لنفسي ان انا اتنقل اشتغل معاه وكان ده اول تحدي اقابله خلال الفتره ديت، ان انا اتنقل من جامعه اسكندريه لجامعه ميشيغان ستيت، اشتغل الفتره ديت مع البروفيسور ده، وبعد كده استفاد واتعلم منه اكتر، لاني كان عندي باشون كبير قوي ان انا اتعلم اكتر عن علم السموم البيئيه، وازاي نقيم المخاطر والاضرار بتاعت المبيدات واثرها على البيئه، واثرها على صحه الانسان والحيوان كمان. طبعا هرجع للتخصص، لكن حضرتك انت رحت امريكا خدت الدكتوراه من هناك، ولا كنت بوست دكتورال بعد ما خلصت الدكتوراه؟ انا عملت جزء من الدكتوراه في مصر، جزء الكورسات، ورحت عملت جزء كبير من العملي في جامعه ميتشيغان ستيت، وبعد كده رجعت جامعه اسكندريه للديفنس عشان المناقشة اللي المناقشه هي الدفاع، عشان ما حدش يفتكر انك انت رحت المناقشة. تمام. لا المناقشه، مناقشه الرساله. والاستاذ بتاعي خلال الفتره دي اول ما رجعت خدني كبوست دوك في نفس المعمل، قعدت معاه لمده سنتين في نفس المعمل في جامعة ميشيغان، وبعد كده هو قرر ان هو يطلع معاش خلال الفترة دي. فطبعا احنا كنا شغالين ساعتها على اكتر من مشروع، منهم مشروع كبير كان من وكالة حماية البيئة، ومشروع تاني من وزارة الصحة الأمريكية. وخلال الفترة ديت كان بدأت بقى إن أنا أتواصل مع الناس في أماكن تانية، بحيث إن أنا أكمل شغل بعد أبحاث ما بعد الدكتوراه، إن أنا أبدأ أدور على حاجة تانية. ساعتها كان الفرص بصراحة كانت كويسة، وبصراحة يعني أنا عايز أقول ده لكل الشباب ايوه اللي بيدور، إن لازم تكون عندك نتوركينج، لازم يكون عندك شبكة علاقات، لازم يكون عندك تواصل مع الناس. صحيح. بشجع تروح مؤتمرات وتروح ورش عمل وتتواصل مع الناس اللي عندها خلفية علمية في أماكن كتير، لأن ده اللي وصلني إن أنا اتنقلت من جامعة اسكندرية، من جامعة ميشيغان ستيت لوكالة حماية البيئة الأمريكية. طب نقف هنا بقى، ايه وكاله، ايه وكاله دي، وزاره ولا وكاله خاصه ولا عامه ولا فيدراليه ولا دي الوكالة الفيدرالية لحماية البيئة، وهي يعتبر أكبر الهيئات والمنظمات اللي شغالة في حماية البيئة، هي مسؤولة عن كل الحاجات، كل القوانين والتشريعات وحماية، سواء حماية البيئة أو حماية الإنسان وصحة الإنسان والصحة العامة. وهي معنية جدا بالبيئة أكتر. كل المواد اللي ممكن حضرتك تشوفها، سواء كانت بنستخدمها سواء في البيت، في المصانع، سواء كانت منتجات، هي معنية إنها تراجع التشريعات بتاعتها وتراجع حماية وصحة الإنسان. فبتكون ليها دور كبير جدا في أمريكا في كل الحاجات. تمام. وعالميا هي طبعا بتعتبر من أقوى الهيئات اللي بيتبعها المنظمات الأخرى، زي الاتحاد الأوروبي بيشوف وكالات حماية البيئة بتعمل إيه وبيتبعها، منظمة الصحة العالمية والفاو، منظمة الأغذية،
بيكون ليهم تعاون مع بعض دايما، بحيث ان هم يحطوا قوانينه للمخاطر، سواء على المبيدات، الكيماويات، تمام المواد على الأغذية، المواد المضافة، كل الحاجات دي كلها بتكون من خلال المنظمات زي منظمة وكالة حماية البيئة والمنظمات الدولية الأخرى. طب انا دلوقتي قدامي ان حضرتك باحث بالوكاله دي، وكاله ملكيه حمايه البيئه، ولك صفه اخرى في منظمه الصحه العالميه، تشرح لي الاثنين دول عشان ابقى فاهمهم اكتر. طيب، انا حاليا انا شغال باحث في مكتب حماية البيئة، في مكتب حماية المركبات اللي هو Chemical Safety and Pollution Prevention. تمام، والوقاية من التلوث. تمام تمام. والوقاية من التلوث هو مكتب فيه تحتيه طبعا مكاتب، تحتيه اقسام تانية، خلينا نقول عليها اقسام، كل قسم تحتيه افرع كتيرة. كل المكتب ده هو معني بكل ما يخص الكيماويات والمبيدات والمواد المستخدمة في الصناعة والزراعة. تمام فأي مركب أيا كان المركب ده، فبيعدي لازم الأول علشان يتقبل، علشان يكون موجود أو يتطبق، أو يكون موجود في مصنع، أو يكون موجود في زراعة، أو يكون موجود في الصحة العامة، في المنتجات اللي احنا بنستخدمها. لازم الأول يكون ليه حدود وقواعد معينة يقدمها تمام عشان يقول إن المركبات دي سيف، إنها تستخدم آمنة. على البيئة أو على الحيوان أو لصحة الإنسان، ده في الوكالة اللي هي وكالة في حماية الوكالة. البيئة. طب منظمة الصحة بقى علاقتك بيها إيه؟ العالمية. والله منظمة الصحة العالمية تم اختياري من قبل منظمة الصحة العالمية للجنة متبقيات المبيدات والملوثات البيئية، ده من خلال ده شهر 10 اللي فات. تمام ودي لجنة تبع منظمة الصحة العالمية، بتكون معنية بتقييم المتبقيات المبيدات والمخاطر والأضرار ايه متبقيات دي للمبيدات. يا عم؟ اشرح لي ايه متبقيات دي. طيب، خلينا نقول الأول إيه هي المبيدات ما عشان انا نقول حرق، هي انا عايز ادخل بقى المتبقيات. على المبيدات دي، موضوع حيوي بالنسبه لنا في مصر، انت عارف. تمام. انا قول. شغال في الفرع، يعني القسم اللي انا تحته هو قسم المبيدات، برنامج المبيدات اللي موجود في مكتب، عشان ما لخبطش الدنيا، يعني ما لخبطش الناس. فهو الاول المكتب اللي هو مكتب الكيماويات والوقايه من الملوثات، وبعدين تحتيه على طول تمام اسمه ده مركز مكتب المبيدات، عظيم برنامج المبيدات ماشي. اللي هو Office of Pesticide Programs، هو معني أكتر بالمبيدات. ايه خلينا نقول المبيدات الأول دي؟ إيه هي المبيدات. ايوه قول لي المبيدات دي ايه عشان نفهمها. هي المبيدات هي أي مركب كيميائي أو مجموعة من المركبات بتستخدم عشان تقلل أضرار الآفات اللي بتحصل موجودة على المحاصيل الزراعية، أو ساعات في الصحة العامة ساعات بيبقى بنستخدم بعض المبيدات عشان نرش في يعني البيوت أو في الناموس المصانع. والصراصير والحاجات دي كلها تمام المبيد. تمام، اذا تمام مبيدات النوعين، الزراعيه واللي بنتخلص منها من الصحة العامة الصحه. بيسموها عظيم عظيم الصحة العامة. عظيم. المبيدات نفسها بتتقسم لشقين، الشق الأول المادة الفعالة أو الأكتيف إنجريدينت، تمام والمادة المضافة اللي هي المواد الإنيرت إنجريدينت. حلو. المواد الفعالة هي بتبقى الأكثر مادة ليها تأثير أو ليها فعالية ضد الآفات أو ضد تمام الحشرات اللي بنستخدمها عليها. اها الجزء الثاني هو الجزء المواد المضافة، اها ودي بتبقى مجموعة من المركبات سواء بتدي اللون والريحة تمام واللزوجة بتاعة المركب، فبيتحطوا الاثنين مع بعض، وفي الآخر بيبقى عندنا المنتج اللي احنا بنشوفه اللي هو المبيد، اها اللي هو بيستخدمه سواء في الحقل أو بيستخدم في البيت أو يستخدم في المصانع. يعني جميل. انتوا بقى دي المبيدات. طب المتبقيات بقى عشان ناخدها حاجة حاجة. المتبقيات، ان دايما لما بنستخدم المبيدات سواء في الحقل او بنستخدمها في البيت، بترش المبيدات، بيحصل جزء من المركبات دي بيحصل لها تباخر او تطاير، وجزء تاني بيبقى على سطح النبات او على سطح الثمره اللي احنا بناكلها او على المنتج النهائي اللي هو بنحصل عليه. سواء احنا لو قلنا مثلا على الذره او على البرتقال او على التفاح، فبيتم رش بناء على المواعيد بتاعه الرش اللي حطها وزاره الزراعه، وبيتم الرش ده. وبالتالي لو اتبعنا التقييمات والمواعيد والحدود المسموحه على المركبات دي، فمش هيكون في
اي متبقيات. ليه؟ لان احنا لما بنعمل الدراسات بتاعت المركبات دي بنقول ان المركب ده ليه عمر بقاء 3 ايام او تمام 10 ايام او 15 يوم. فلو احنا اتبعنا التعليمات دي بالتالي هيترش المركب وهيحصل له تكسير، تمام وبعد كده هيحصل انه خلاص بعد الغسيل المنتجات، غسيل الفواكه او غسيل المنتجات دي، هيروح الايه؟ هيروح المتبقيات. الطبقه اللي بتفضل على النباتات او بتفضل في البيت او بتفضل على الثمار هي دي اللي بنسميها طبقه المتبقيات المبيدات. طب عايز اسالك سؤال هل ساذج، سؤال ساذج، لا اتفضل هو اتفضل. المبيدات دي اختراع دول ناميه ولا دول عربيه، ولا في الزراعه في الدنيا كلها في حتت غير بقى الحاجات الاورجانيك والعضويه والكلام اللي هو مساحات قليله، هل في دول ما بتستخدمش المبيدات اصلا في الزراعه؟ لا ما فيش دولة ما بتستخدمش المبيدات، بس في ناس بتقنن المبيدات. تمام، بس خلينا نقول ان الاستخدام في كل الدنيا. تقنين كله بيستخدم المبيدات، بس في تمام برامج تمام وفي وفي تحديد، يعني في ناس بتتبع التعليمات اللي موجودة على الليبل او الملصقات او الشرح. الملصقات او الارشادات اللي موجودة على ظهر العبوة بتاعت المبيد، تمام وبالتالي بتقلل الاضرار وبتقلل المخاطر الموجودة للمركبات ذات نفسها. وعلشان كده ده اللي بيخلي في حماية أكتر. ساعات بساعات كمان بيبقى التطبيق بتاع المركبات دي بتبقى مطبقة في دول مختلفة عن الدول اللي كانت اه صحيح صحيح. موجود فيها المركبات اللي هتتطبق. مثلا لو احنا قلنا على سبيل المثال مركب من المركبات بيتطبق مثلا في أمريكا، فمعظم معظم الولايات اللي بيتطبق فيها بتكون درجة الحرارة منخفضة، فبيكون الجو بارد، فهم بيطبقوه خلال المرحلة دي، بيقولوا إن احنا لو طبقناه خلال المرحلة في الولايات دي هيكون كويس جدا، هيعمل تأثير كويس. وبالتالي لما يتطبق في دولة تانية يكون فيها درجة حرارة مختلفة، لازم يتاخد في الاعتبار إن المركبات دي هيكون ليها اختلاف أو ليها أضرار، أو ممكن تكون بتتكسر لمواد أكتر سمية أو أكتر خطورة على صحة الإنسان والنبات والحيوان. سواء بقى منظمة الصحة العالمية بيبقى دايما عندها هي معنية ببعض الأضرار اللي بتيجي بناء على الدول اللي بتقطر منظمة الصحة العالمية إنها بدأ يحصل لها مشاكل من بعض المركبات. وبالتالي تمام بتيجي منظمة الصحة العالمية مع منظمة الغذاء الفاو والـ WHO، الاثنين بيعملوا اجتماع جوينت ميتنج، بيسموه جوينت ميتنج، بيسموه جامبر، جي ام بي ار، وده دي اجتماع اللجنه اللي مشترك. بتبقى، ده اجتماع مشترك بين تمام منظمه الصحه العالميه وبين وزاره الزراعه وبين منظمه منظمة الزراعة، الأغذية الاغذيه والزراعة. والزراعه. تمام طيب وبالتالي اه خلال المؤتمر، خلال الوقت ده بيتناقشوا كل المركبات اللي بيكون ليها خطوره او ضرر، وبيحطوا ليها، بيقيموا المخاطر بتاعتها ويحطوا ليها ليميتيشن حدود. علشان تطبق. طيب دلوقتي انا يعني سؤالي، انت اللي اثرته مش انا حقيقه من وعي كلامك. دلوقتي احنا عندنا المبيدات سوء استخدامها بينتج عنه مخاطر بكل انواع طبعا المبيدات، لكن انا بركز على المبيدات الزراعيه دلوقتي. اتنين، تمام انه كل دول العالم بتستخدم المبيدات الزراعيه تقريبا. طيب تلاته، انه في بيبقى ارشادات موجوده على استخدام المبيدات، وانه اتباعها هو اللي بيقي من المتبقيات او اثرها. سؤالي، هل في الولايات المتحده الامريكيه او دول اخرى من العالم هناك من القوانين والتشريعات ما يجبر على الاستخدام الصحي السليم للمبيدات، وفي غير هذه الحاله هناك عقوبات، ولا الامر متروك لوعي الناس؟ والله هو خلينا نقول ان في الاثنين موجودين، سواء كان في عقوبات اولا، في ثانيا في وعي الناس ليه نسبة كبيرة جدا جدا جدا. الحاجة الثانية ان في قوانين وارشادات واضحة وصريحة، سواء كانت على المزارع ذات نفسه، وسواء كانت على الشركات ذات نفسها، وكانت على الجهات المعنية. خلينا نقسمها لثلاث اجزاء. في تعاون بين المنظمات المختلفة، سواء كانت وزارة الزراعة الأمريكية، وزارة البيئة الأمريكية اللي هي وكالة حماية البيئة اللي زي ما احنا بنقول عليها. الحاجة الثانية الولايات أو المحافظات، يعني خلينا تمام نقول إن الولاية هي زي المحافظة بالظبط، تمام المدينة ذات نفسها. دول الأربع أو خمس جهات من الجهات الرسمية اللي بيتعاونوا مع بعض. إزاي بيتعاونوا مع بعض؟
بيتعاونوا. انا بطلع الارشادات من عندي من وكالة حماية البيئة، بقول المركب المبيد الفلاني ده ليه ضرر او ليه تأثير او ده الحد بتاعه. طيب ايه اللي بيتعمله وكالة حماية البيئة؟ عندها حاجة اسمها لو انفورسمنت. لو انفورسمنت قوة بتاعها القانون. نعم، الناس اللي موجودة ديت هم عبارة عن بيسموهم اوفيسرز او ضباط ليه عنده الضبطية القضائية، الصورة القانونية او عنده ضبط. الضبطية، ان هو أيوة. يروح المصانع بص على التركيب بتاع المركبات ديت، هل بيكون بالصورة اللي مكتوبة ولا لا، الليبل اللي ملزوق بطريقة مظبوطة، مكتوب كل الارشادات للوقاية وحماية المزارع. وبالتالي بعد ما الولاية ذات نفسها اللي بعديه بتيجي تقول طيب هل المركبات اللي وافقت عليها وكالة حماية البيئة دي هتمشي عندي بناء على درجة الحرارة اللي عندي في الولاية والظروف والبرامج اللي انا حطاها في الولاية ولا لا؟ تمام. فتيجي الولاية تختار مجموعة من المركبات انها تقول لا ما ينفعش تشتغل عندي، فتحدها وما ينفعش تبقى موجودة مثلا على والمخالف، سبيل المثال. المخالف تمام، بيحصل له ايه؟ المخالف بياخد جزاء وبياخد عقوبة تمام، وبتحط عليه فاين، بتحط عليه غرامة كبيرة بتتحط عليه. ممتاز. الحاجة التانية، في جزء بقى خلينا نروح للجزء التاني المجتمعي أو الجزء اللي على الوعي الإنساني. الجزء التاني إنه المزارع ذات نفسه عليه شروط إن هو بياخد دورات عن حماية إزاي يتعامل مع المبيدات وإزاي يحمي نفسه من المبيدات. بيلبس بدلة ساعة الرش، وبيلبس جلافز وجوانتي، وبيلبس ماسك عشان خاطر ما يأثرش على التنفس بتاعه، بحيث ان هو يكون خلال المرحلة ان هو بيرش فيها بيكون عنده وقاية ما يأثرش على صحته ولا يأثر على نفسه ولا يؤثر على أسرته، لأنه بيرجع بالبدلة دي لأسرته، فممكن ياخد المركبات اللي هو موجودة في جسمه دي ينقلها في البيت للأسرة كلها. طب المزارع ده لو رش مبيدات غير مطابقة، يعني دخلت عنده، أو هو رشها بجرعات غير صحية، بيتعاقب ولا بيتساب لضميره وربنا لا يحاسبه؟ بيتعاقب طبعا، بيتعاقب لان في حاجتين، في المنتجات اللي بتنزل قبل ما تنزل الماركت او بتنزل السوق بيتم كل الشركات اللي بتعمل حصاد او بتجمع الاغذيه عشان تنزلها بيتم عليها من خلال الولايه ذات نفسها او المحافظه، يعني خلينا نقول على المحافظه، وزاره الزراعه وزاره البيئه عندها، كل واحد منهم عنده حد بيتابع مع المصانع، فبيروح له بصوره غير رسميه، بصوره رسميه بغير ما يكون بغير ميعاد، يدخل ياخد عينه من المنتجات من المحاصيل اللي موجوده ويحللها ويشوف نسبه المتبقيات بتاعت المبيدات دي موجوده ولا لا. لو ماشيه مع الحد اللي موجود عليه تمام. يقدر يقول له خلاص تمام، يقدر ينزلها. لو فيها اعلى من الحد بتاعها يحصل له وقف على طول، ويعرفوا انه مزرعه اللي حصل فيها المشكله دي ولازم يخطروها على طول ويوقفوا، يشوفوا ايه المشكله، لانه بيبقى في برنامج معين للمبيدات لازم يتبعوا المزارع اللي موجود ده، بيكتب فيه ان هو رش امتى واستخدم تركيز كام في الميه تمام. ومين اللي رش اليوم ده، وتطبق ولازم يكون عقوبة ساعتها في حالة المخالفة. وبيحصل عليه عقوبه. اول مره بيبقى عنده حاجه اسمها وورنينج، عنده تحذير، تحذير. وبيحطوه تحت برنامج متابعة من المحافظة أو من المدينة، حد بيروح له ويتابع معاه ويشوف التعليمات وبيشوف الرخصة اللي هو واخدها، إلا لو بتسحب منه رخصة تطبيق المبيدات وتسحب منه رخصة إن هو يتاخد منه محاصيل في المنطقة اللي هو موجود فيها أو يقدر يبيع المحاصيل بتاعته. سؤالي الأخير بقى، أقول لي كمل. لا كمل كمل. وبالتالي هو ذات نفسه عشان ما يحصلش معاه المشكلة دي وعشان يوصل في المرحلة ان هو يودي يبقى منتجه كويس ويقدر يبيع كويس وما يتاخدش عليه غرامة، هو بيبقى بيريكين يعني حريص. حريص جدا ان هو يتبع التعليمات اكتر كمان من ما يجيله حد يقول له اعملها، فهو بيبقى واخد باله جدا على الجزء ده. الحاجة التانية ان هو كمان بيحاول يبقى موجود عنده تحديث على طول، ايه المزارع بيثقف نفسه، طب انا استخدمت المركب ده، لا ما مع المركب ده ممكن يكون فيه اضراره كتير، فبيقللوا المره اللي بعديها. والمحافظه بتكون عندها برنامج ارشادي
البرامج الارشاديه دي بتبقى ابديتد على طول للمزارعين، وبالتالي المزارع بيبقى عارف ايه اللي ممنوع في الولايه يستخدمه وايه اللي المفروض يستخدمه، وكمان عنده كل 5 سنين يقدر يقول لا انا استخدمت المركب ده السنه دي والسنه اللي بعديها ما اقدرش استخدمه السنه اللي بقى الثالثه عشان تمام. ما يبقاش ليه متبقيات في التربه عندي، وبالتالي تضر الكائنات الحيه اللي موجوده في التربه وتضر النباتات والجذور اللي موجوده، فالنباتات الانتاج عندي يقل والمحصول بتاعي يقل. تمام طيب. دايما المزارع بيكون حريص انه ياخد عينه من التربه بتاعته ويروح يوديها للجامعات، والجامعات كمان ليها دور دلوقتي، الجامعات ليها دور كبير دلوقتي انها عندها مركز صغير اسمه بيبقى اسمه 4H، ال4H تمام ده هو معني نعم بان هو يساعد الكوميونتي الاريا يعني او المكان اللي حواليه، ان هم المزارعين اللي محتاجين مساعده بيروحوا له بعينات وهو يبحث وهو يشوف العينات سواء تربه، نبات، تمام تقييم متبقيات المبيدات، مخاطر المبيدات، أي حاجات تانية معنية للزراعة بيساعدهم فيها. طيب انا سؤالي الاخير هو في هيئه ملاحظه في سؤال. اللي انا ملاحظه انا ما اعرفش اي حاجه عشان ابقى واضح وصريح عن حمايه البيئه المصريه من متبقيات المبيدات، ما اعرفش ايه القوانين او التشريعات او النظم المطبقه في مصر، بس انا ملاحظ لغايه دلوقتي انه على مستوى العلم انت خدت بدايات قويه في جامعه اسكندريه في الموضوع. على المستوى التطبيق واضح انه كملت العلم عندك في امريكا، لكن النظام حمايه المجتمع والبشر كلهم من المبيدات انا ما اعرفش هل له نظير في مصر. هو ما اعرفش انت تقدر تفيد بلدك انت وزملائك في وضع نظام بالاضافه طبعا للعلم، لكن نظام، هل احنا عندنا نظام للحمايه من المبيدات في مصر تشريعي ورقابي و كذا؟ انا ما اعرفش، انا مش بنفي، انا مش انا ما اعرفش. والله أنا خليني أقول إن مصر فعلا متبعة، بس مصر متبعة أكتر من نظام في نفس الوقت، وده اللي مخلي ممكن يكون في عندنا أكتر من حاجة. أولا وزارة الزراعة بتعمل دور كويس جدا الفترة الأخيرة، خاصة إنها بدأت تعمل برامج تدريبية لمطبقين المبيدات في المحافظات، وبدأ من اسكندرية. خلينا نقول برضه اسكندرية ليها السبق تمام المرة دي. حظي وانا اوير يعني بان في نقابه الزراعيين في اسكندريه مع وزاره الزراعه عاملين حاجه مشروع جديد لتدريب وتعليم مطبقين المبيدات، ومن خلالها بياخدوا رخصه عشان يطبقوا المبيدات عشان يبقى احنا معانا الفقرة مطبق الجاية المبيدات. الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في مصر كلها، فهنسأله، طيب تمام جايبينه في موضوع آخر بس هنسأله على النقطة دي. ان كملي. شاء الله. الحاجه الثانيه انه في طبعا لجان تبع وزاره الزراعه، هي لجنه المبيدات في وزاره الزراعه هي لجنه معنيه باي شيء تابع للمبيدات، وبالتالي بيكونوا دايما على حريصين ان هم بيحاولوا يشوفوا ايه الحديث وايه ايه اللي موجود في المبيدات. وانا يعني انا يعني عايز اقول لحضرتك ان انا تحت امر مصر في اي وقت، واي حاجه انا اقدر اساعد فيها واقدر اقدمها، انا يعني سواء كان يعني حاليا سواء في برنامج سواء في شيء اقدر اقدمه، فانا يعني انا تحت امر مصر في اي وقت ان شاء احنا الله. متأكدين من كده وهنلحق نشكرك قبل الزوم ما يقطع. احنا حقيقة بنشكرك شكر جزيل وفخورين بيك. شكرا دكتور جزيلا. محمد عادل غراب، الباحث بالوكالة الأمريكية لحماية البيئة وخبير السموم والملوثات البيئية بمنظمة الصحة العالمية من مدينة الإسكندرية في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة. بشكرك شكرا جزيلا أيها البطل من مصر. نخرج فاصل ونرجع إلى فقرتنا الأخيرة مع حضرتك.